شو المناسبة يعني؟ ضريبة شم الهواء والأكسجين اللي عم تستهلكه وتتنفسه. ليش صار في ضريبة على الهواء؟ طبعاً، هلا هذا الفضاء ملك مين؟ رب العالمين. ونعم بالله، لا إله إلا الله، بس هلا مسؤولة عنه الدولة، فمد إيدك على 400 ليرة لو سمحت. لا سيدي ما حزرت، لأنه هوا ما عاد بدي شمه ولا عاد بدي غير جو، بدي روح انضرب على قلبي ببيتي. عجبك هيك؟ السلام عليكم. يعود هلا شميت وخلصت. عم بقول يلي بيشوفك بيقول كأنهم ولادك ميتين من الجوع. والله إذا بنضل على هالمنوار رح نصل لهالمواصيل. ولك يا أخي ليش حامل السلم بالعرض؟ لك ابتسم طنش، عمره ما حدا يرد. هيك قلتها؟ لك المواطن العربي لازم تضل الابتسامة على وشه دائما. إيش؟ طبعا، لأنه اللي صاير له مو صاير لحدا، أمان واستقرار وطمأنينة وسلام، شو بده أحسن من هيك؟